جوجل اد من الحاجات المهمه جدا جدا في شغلنا كريال استيت. خلينا نبتدي واقول لك ان في الريال استيت مش بنحدد في الفورم بتاع الاوبجكتيف اي حاجه احنا محتاجينها. يعني لو انا الاوبجكتيف بتاعتي سيلز مش بحددها، ليدز مش بحددها، الويب سايت ترافيك مش بحددها، بسيبها مفتوحه وبكمل وبشتغل على السلكت كامبين تايب، والمفروض ان انا بختار السيرش. ليه بختار السيرش؟ لان انا بدور على الكلاينت اللي بيدور عليا. يعني من المميزات المهمه جدا جدا في شغلي كريال استيت ان انا على جوجل بوصل للكلاينت اللي هو بيدور عليا، وده الميزه اللي بتختلف عن شغلي في فيسبوك او البلاتفورم المختلفه، اللي في جوجل انا بجيب العميل اللي فعلا بيسيرش عليا. طب انا دلوقتي لما هاجي اعمل سلكت على الكامبين في الريزلت هتجيلي الكونفرجن على فين؟ طبعا انا عندي ويب سايت فيزيت ومعايا فون كولز والاب داونلودز. طب الافضل ايه بالنسبه لي بعد طبعا ما نكسكلود الاب داونلودز لانها مش تبعنا في الريل استيت؟ عندك الفون كولز افضل بكتير لانها بتجيب لي الكلاينت اللي هو فعلا انترستد بيا وفعلا خد اكشن حقيقي وبدا يتعامل معايا ويتصل عليا، والجزء بتاع الويب سايت فازت. طب انا ممكن اشتغل الاثنين مع بعض، ممكن تشتغل الاثنين مع بعض عادي جدا، وممكن تشتغل ويب سايت فازت بس. تمام، ده الجزء بتاع الويب سايت علشان او الاوبجكتيف بتاعه الكامبين علشان لما تيجي تظبطها وتنفذ وتشتغل عليها ونراجع النتائج سوا هتبقى عارف ايه الافضليه ايه. دايما عود نفسك في الادز مش كل الكلام اللي بيتقال سواء مني او غيري هو قران لازم يتنفذ بالحرف، هي استراتيجيات، انت بتبني استراتيجي وانا ببني استراتيجي، بيز اون على الاستراتيجي دي بتنجح في الكامبين او مش بتنجح على حسب البودجت بتاعتك، على حسب الوقت اللي بتشتغل فيه الكامبين، على حسب طريقه شغلك في الكامبين. يعني احد العوامل هي التكنيكس بتاعت شغل الكامبين والاستراتيجي، في عوامل تانية كتير بتفرق، فخلي بالك من البودجت بتاعتك مش زي البودجت بتاعتي زي البودجت بتاعته، كل واحد ليه البودجت اللي بيشتغل بيها، الوقت اللي بيشتغل بيه، البروجكت اللي بيشتغل عليه، الاريا اللي بيستهدفها، التارجت اودينس اللي بيستهدفهم، فخلي بالك كل دي عوامل مهم جدا ان انا اوضح لك انها بتفرق جدا في شغلك على الكامبين ايا كانت الكامبين دي، حتى لو هي مش جوجل ادز.